بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما دخلنا في موضوع الجيسون، في موضوع تاني أنا ما بعتبروش بارت جديد، لكن هو موضوع يعني ريليتد جدا بموضوع الجيسون، لأن هو كله قائم على النوتيشن بتاع ملف الجيسون، ألا وهو الريستفول اي بي اي. الريستفول اي بي اي معروفة، كلمة اي بي اي لوحدها والريست لوحدها، ريست هي اختصار لكلمة Representation State Transfer، دي بناخد منها RE من Representational، و State S و Transfer يعني نقل حالة البيانات أو شكل ما من تمثيل من نقل حالة البيانات. ولكن إحنا بالنسبة لنا هو عبارة عن إيه؟ هو An Architectural Style، يعني ده ستايل معين، Architecture بناء منظم بستايل معين، من خلاله بن defines a set of constraints، يعني بنحدد مجموعة من القواعد والقيود to be used for creating web service، عشان نقدر نستخدمه ك web service. طبعا محدش فاهم حاجة، يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي لو تخيلت معايا حضرتك ببساطة جدا ان انا عندي مجموعة من ال functions، انا خليني اوضح الفكرة عموما، بس اوضح كمان بالمرة معنى كلمة اي بي اي عشان بس عرفنا المفردة، وارجع اوصل المفهوم بعيد عن المفردة. ف اي بي اي stands for الحتة التانية ديت، ايه؟ Application Programming Interface. تمام، نوضح بقى الفكرة على بعضها. يعني هي واجهة برمجية كده زي Application، واجهة برمجية للابلكيشن، بس طبعا المنطوق غير المعنى المستخدم. ايه المعنى؟ ببساطه جدا الفكره، لو احنا بنقول اي بي اي هي مجموعه من الفانكشنز، وبتستخدم على فكره مش بس مع حاجات الويب او حاجات اللي هي لا او حاجات التواصل ما بين البروجكتس، لا ممكن تستخدم كمان ان انا مثلا بنزل باكج معينه او لايبراري معينه، فاقول دي الاي بي ايز بتاعت كذا، فمعناها ان هي مجموعه من الجيتس، تمام، مفاتيح كده او بوابات كده، خلينا نقول فانكشنز، تمام، اكنك عامل كلاس وفي فانكشن 2 3 4 10، خلاص الفانكشنز دي بتخدم فكره معينه، دي بنسميها اي بي اي. حتى كده هي اي بي اي، تمام كده، ممكن تسمى اي بي اي، تمام، بتستخدم لتوجه معين ومجموعه من الفانكشنز، كل فانكشن بنسميها يعني هي ايه، مجموعه الفانكشنز بنسميها اي بي ايز، تمام، بتخدم اتجاه معين. لما اقول ريست فور اي بي ايز على بعضها، معناها ان انا عايز انقل الموضوع لويب سيرفيس. يعني ايه؟ تخيل ان انا في فانكشن عندي بتعمل المجموعه، مثلا مجموعه رقمين، فانا عايز الفانكشن دي تبقى متاحه اونلاين، متاحه للناس، بحيث ان الناس تقدر تكول يو ار ال معين وتدي له الرقمين ويرد عليها بالمجموع. ببساطه جدا كده، اول ما نقلتها وبقت جنرال، واي حد على متصل بالانترنت يقدر يوصل لليو ار ال بالقواعد طبعا انت تحطها بالشروط، ويقدر يستخدم الاي بي اي دي او الفانكشن دي، يبقى هو كده احنا نقلناها حاجه اسمها ريستفول اي بي اي، تمام، نقلناها لحاجه اسمها ايه؟ ريستفول اي بي اي. يبقى كل الفكره هي مجموعه من الفانكشنز بنشير ليها، بنشيرها يعني بنشيرها، بتبقى مشاركه خلاص اوفر انترنت، خلاص ببعض القواعد، بالشكل ده بنسميها ريستفول اي بي اي. والديتا بتبقى رايحه جايه ما بين اللي بيتكلم، سواء كان هنا موبايل ابلكيشن بيكلم السيستم، هنا ديسك توب بيكلم السيستم، هنا ويب بيكلم السيستم، هنا مش عارف ايه، كل واحد بيكول فانكشن معينه وبترد عليه وخلاص، وده يكون الفانكشن دي ودي ترد عليه وخلاص. مثال بسيط، لو انا مثلا عندي يو ار ال بيديني مثلا درجات الحراره، فانا ببعت له البلد، انا بقى ككلاينت، سواء كنت موبايل ابلكيشن، كان ديسك توب ابلكيشن، كان ويب ابلكيشن اخر، كان اي حاجه، بكل اليو ار ال ببعت له البلد وهو بيرد عليا بدرجه الحراره بتاعت اليوم ده وبالتاريخ، يعني ببعت له البلد والتاريخ وهو بيرد عليا بدرجه الحراره خلاص، او العمله، فانا ببعت له مثلا في البلد واقول له البيز بتاع البلد الفلانيه، يعني مثلا الدولار هو الاصل وانا عايز اشوف الجنيه، فابعت له هو يرد عليا يقول لي قيمه التحويل قد كده. فطالما بقت عامه واي حد يقدر يوصل لها من خلال يو ار ال، يبقى احنا كده دخلنا في مستوى اسمه الريستفول اي بي اي، او الاي بي اي طالما الموضوع شغال طبعا كريست كجيسون بنسميه ريستفول اي بي اي. ده معنى كلمه ريستفول اي بي اي عموما قبل ما نخش في التفاصيل بتاعتها. لكن ناخد بس نبذه بسيطه عن الريستفول اي بي اي سيناريو. سيناريو، انا كلاينت بعمل حاجه اسمها ريكوست، مثلا ببقى عايز اجيب يعني من عنوان معين اي بي اي ام، مثلا عايز موظف معين، بيانات موظف معين، البيانات دي رايحه
خلاص بتروح هنا كده، انا اتنقلت هنا من الكلاينت، كلاينت ريكويست، قد يكون موبايل ابلكيشن، قد يكون ديسكتوب ابلكيشن، قد يكون ويب ابلكيشن اخر، قد يكون ديسكتوب ابلكيشن، اي حاجه بتتكلم يو ار ال معين. هنا نقصد جيت من يو ار ال معين بس مش كاتب الدومين يعني. تمام، طلع الريكويست من خلال بروتوكول اتش تي تي بي، فهو بيطلع اتش تي بي ريكويست هاندلر هنا بيعالج اليو ار ال اللي جاي لي، عارف ايه البيانات اللي انا باعتها وعارف انا عايز اوصل لايه، بيبدا بقى يتعامل هنا بيعالج ادي الامبلوي سيرفيس اللي هي عباره عن زي كلاس كده في مجموعه من الفانكشنز بتشتغل، بتعالج اليو ار ال اللي جالها وبتكلم الريبوزيتوري. الريبوزيتوري بقى مكان التخزين، سواء كان فايلز، كان جيسون فايلز، كان داتابيز، كان اي نوع من انواع الداتا ستور بقى، هو المختص هنا اللي بيكلم الداتابيز ويبدا يرد عليا بالنتيجه. النتيجه بتطلع نتيجه الامبلوي انتيتي اللي انت بتدور عليه، انا جبته لك مثلا لو انت بتجيت يعني بتجيب موظف معين وابعتها لل HTTP request يبدا يرد بيها كجيسون، كنتيجه جيسون الى الكلاينت، واطلب طلب تاني على يو ار ال تاني ال HTTP handler. يعني الحته دي على فكره يا شباب بتشتغل دايما على سيرفر، يعني لازم الحته دي كلها على سيرفر، ويب سيرفر كمان، يعني الحته بتاعه السيرفيس هنا بالداتابيز بالقصه دي على سيرفرات ويب، سواء كان سيرفر واحد او اكتر من سيرفر مش قضيه، لكن على ويب سيرفيس، على ويب سيرفر الاول يبقى الامبلوي سيرفيس موجوده، بتقبل الاتش تي بي هاندلر، بيعرف انت عايز ايه وبيعالج وبيشوف يجيب الداتا من الريبوزيتوري بتاعه، من الداتا بقى بتاعته ايا كانت ايه هي، ويريتيرن ليك النتيجه اللي انت بتسيرش عليها كجيسون، ترجع لك انت بقى تعالج فيها زي ما انت ايه، زي ما انت عايز. دي كان فكره الريستفول اي بي اي بوجه عام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.